أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: حثثتم على طلب العلم، فلماذا لا تنقل دروس فضيلتكم على الإنترنت ليستفيد منها العدد الكثير، وخاصة أن لفضيلتكم قبولا بكثير من أقطار العالم، وإلا ظهر في وسائل الإعلام من لا يحسن العلم؟ هذه مبالغة في أن لنا قبول في أقطار العالم، هذه مبالغة لا أرضى بها، ولكن أرجو أن الله يجعل في ذلك شيئا من النفع. وأما جعله في الإنترنت، أنا لا أعرف هذا الشيء، لا أعرف هذا الشيء. فإذا كان أحد يستعد ويرتب لهذا الشيء فلا عندي مانع في هذا. نعم.